الملف السياسي في بابل مختلف ومعقد جدا، فمنذ 2019 ولغاية الآن 5 محافظين تولوا إدارة هذه المحافظة، وهذا يدل على وجود صراع كبير ما بين أحزاب السلطة للظفر بمنصب المحافظ، كونه يدر أموالا كثيرة على الأحزاب التي تسيطر على المحافظة بحسب محللين سياسيين. في السنوات الخمس الأخيرة السياسة في بابل تغلي على صفيح ساخن من النار، 5 محافظين تولوا إدارة المحافظة ما بين هارب ومتهم بالفساد ومقال رغم أنفه، حتى وصل كرسي المحافظ إلى النائب الأول للمحافظ وسام أصلان، ما دفع المتظاهرين إلى الاحتجاج والمطالبة بمحافظ غير متحزب يحرر المحافظة من الفساد المستشري في جميع مفاصلها. وهنا يبرز سؤال بريء النوايا، لماذا هذا السباق والصراع للظفر بمنصب المحافظ؟ صراعات سياسية ما بعدها صراعات، من 2019 إلى هذه اللحظة 5 محافظين مروا على بابل، هذا أدل على شيء، يدل على أن بابل فيها مشاكل سياسية كثيرة ما بين الأحزاب للظفر بمنصب المحافظ. مثل ما تعرفون أنه بابل ليس فيها موارد كسياحة دينية وسياحة آثارية ولا حتى نفط، فبالتالي منصب المحافظ هو المنصب الوحيد الذي يطمع به جميع الأحزاب. الصراعات السياسية الحاصلة في بابل ورغم الموازنات والأموال التي تدخل إليها أثر سلبا على الواقع الاقتصادي والخدمي، كون إن أغلب المشاريع المحالة تشوبها الكثير من الشبهات ما تسبب بتوقفها، والمتضرر الوحيد من هذه المعادلة هو المواطن البابلي. علينا أن نعترف أن الأحزاب السياسية سواء كانت الحزبوية أو المستقلة اليوم هي وراء تردي الواقع الاقتصادي والواقع الخدمي، كل يبحث عن ضالته ويبحث عن مصالحه الشخصية تاركا المواطن في خانة ما. دخلت مليارات، هاي المليارات ما نعرف وين جاي تروح بصراحة. سوينا فلان شغلة، حلنا مشاريع بفلان شركات، حتى الشركة اللي جاي تشتغل بمركز الحلة هي متلكة، وأغلب الشركات هسه الموجودة اللي جاي تشتغل بالحلة هي مورصينة. مواطن هسه مواطن عادي تقول له تعال شوف هذا المشروع زين او مو زين، راح اقول لك مو زين. مبين احنا اليوم الحله منكوبه بشكل مو طبيعي، مشاريع ماكو، حتى المشاريع اللي بيها فاشله. لقناه دجل عمار الطائي، بابل.